أخ جميل، طبعا اليوم جرى حفل تكريم للشبان اللي بنظرنا هني بريئين، ولكن أنا حابب أسألك سؤال يكون فيه شوية مشاعر، إنه هذا التكريم هو بداية العذابات للتنفيذ الحكم بتاعكم، الاستعداد نفسانيا؟ مش هوية، بس طبعا إحنا على استعداد دفع الثمن اللي حكيناها من أول يوم. إذا مجرد تهمتنا للدفاع عن وجودنا كعرب في هذه البلد، إحنا على استعداد الثمن، ومنشدد ومنعيد بعد المحاكمة إنه إحنا أبرياء ما ارتكبناش ولا أي جريمة عشان نحاكم، نحاكم لمجرد إنها عرب في هذه البلد. بالنسبة لنا التكريم هذا جدا مهم من ناحية معنوية. هذا هو الفرق بين إنه إحنا شعب ولا إحنا بقايا سكان موجودين في هذه المنطقة. لما نشوف على المستوى السياسي الرسمي لممثلين الجماهير العربية هون وقفوا في هذا الموقف وبكرمونا، أنا بفكر جدا إلها تأثير فينا وبتأثر كتير. الفرق بين إنه تفوت على سجن وإنت أهلك معك، ناسك معك، شعبك معك، قيادتك معك، وبين الناس متخلي عنا كبير كتير. اللي كنا خايفين منه بمرحلة ما إنه نفوت على السجن وإحنا ما حدا واقف معنا، بس الحمد لله النتائج كتير كتير منيحة، راضين عن النتائج رغم كل المرارة. نتائج إنه نتائج وقوف الجماهير معكم، مش نتائج الحكومة، نتائج وقوف الجماهير معنا طبعاً، الوحدة اللي تجلت في هذا الموقف. وبرجع بقول زي ما قلت قبل ما أكون متهم في القضية يوم ما صارت المجزرة، الملف هذا هو ملف اعتداء على ناس مش في عمر فيه شهداء. أنا بفكر وبعد ما زلت مؤمن في إنه قضيتنا قضية 4 شهداء وعشر جرحى كانوا في القضية، مش بس قضية المتهمين. لن ننسى هدول الناس اللي ذبحوا لمجرد بس كونهن عرب في هاي البلاد. بعد الحكم في استئناف راح يكون؟ الملف هذا متروك لإيدين المحامية طبعا يدرسوه. أنا بفكر من واحد الناس المآمن إنه لازم يكون استئناف في هذا الملف، ملف سياسي بالدرجة الأولى، حق علينا، واجب هذا منا إنه نكمل في الملف هالآخر. أنا من واحد الناس المآمن لأنه ملف سياسي مجبورين نروح فيه للآخر، ومجبورين العليا تقرر في هذا الملف عشان كمان ما نبرئ بعد إدانتنا، ما نبرئ المحاكم الإسرائيلية في إنها حكمت عدل لأنه بس سنتين. اللي بيسألني على قصة الحكم، إحنا يوم واحد ممنوع نحكم، إحنا أبرياء، ولا واحد من الشباب المتهمين في القضية هذا عمل إشي يستاهل هذا الحكم. لمجرد عرب نحاكم أخرى مرة، هذا هي اللي بنحكي عنها العنصرية اللي في هاي البلاد. هذا المهم الرسالة توصل. وأخرى مرة نشكر كل المحامين، كل الناس اللي وقفت معنا، نشكر الصحفيين طبعا وكل أصحاب المواقع اللي صاروا جزء من هذا القضية وكعائلة إلنا من خلال 7-8 سنوات هدولة. ومنقول إن شاء الله بكون في الاستئناف إشي أحسن، وإذا ما كانش إحنا على استعداد دفع الثمن مع مسؤوليتنا، فإحنا نحبش نفوت على السجن، نحبش مش هوات سجون واعتقالات، ولكن كتب علينا في هاي البلاد عشان نعيش في كرامة ندفع ثمن. شكرا لك.